السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين عالم أماني، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل سلايم سهل جدا جدا بمكونين اتنين بس، إن شاء الله هيكون ناجح وبس نتبع الخطوات. عملنا الرمل السحري وجميع أنواع السلايمات، ولسه في تاني كتير أوي. بس ما تنسوش يا حبايبي تشوفوا الرمل السحري وتقولولي رأيكم فيه. السلايم زي ما قلنا من مكونين اتنين بس، معانا بيضة مش محتاجة منها الا البياض بس. هنزل البياض بالطريقة دي بس، مش محتاجة اكتر من كده. كده كل البياض خدناه بالشكل ده، تمام كده. مش هرميها، اكيد هحتاجها في حاجة تانية. هو البياض بس بالشكل ده، هقلب البياض جامد جدا كويس قوي قوي قوي. بالشكل ده هبتدي احط المكون التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الدقيق او الطحين او الفرينة زي ما كتير بيسموه، او زي اي بلد يعني، كل واحد حسب بلده. اهو بالشكل ده، وهقلب كويس جدا جدا جدا. احط ايه؟ احط لون، اللون اللي بتحبيه. في ناس بتسألني طب احنا مش عاوزين لون خالص، ينفع؟ اه ينفع، بس يعني بنقول اللون بس بيدي الشكل، يعني يبقى في شكل للحاجة اللي احنا بنلعب بيها. انما بينفع طبعا من غير لون، مفيش اي مشكلة. ابتدي بقى اقلب كويس جدا جدا. لو احتاجت طحين تاني حطي، لما احنا مش هنحتاج، احنا حطينا 3 معالق كبيرة طحين. ان شاء الله هيكون اللون جميل معانا، حلو قوي قوي. استنوني ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنعمل سلايم باللون الاسود زي ما طلبتوه ان شاء الله. بالشكل ده. شيروا الفيديو لعشرة من اصحابكم، 20 30 50 100 زي ما انتوا عايزين، المهم نشير الفيديو. تمام يا حبايبي، ولايك ومشاهدة الكاملة للفيديو يا حبايبي. شايفين طريقة التقليب؟ لازم ادوب الدقيق خالص خالص. ان شاء الله يبقى احلى سلايم معانا، سهل جدا بمكونين اتنين بس، من غير بوراكس، من غير غيرة، من غير اي حاجة. اهو بصوا بياض البيض زي الغيرة بالظبط، واحلى من الغيرة كمان. اي لون عايزينه اكتبولي في التعليقات، اي لون انتوا حابينه عاوزينه، او اي نوع سلايم. تمام كده، شوفوا انتوا عاوزين الفيديو القادم ان شاء الله يكون اسود ولا لون ايه، هنشوف الاغلبية وناخد بيها. تمام كده، يعني الاكتر اللون اللي الطلب اكتر عليه. تمام، ان شاء الله في اخر الفيديو هقول اسماء كل المتابعين اللي شيروا الفيديوهات وعملوا اللايك وشافوا المشاهدة الكاملة. تمام كده، شايفين ابتدى يمط معايا بالشكل ده، مش محتاجة اي حاجة.
غير اني اقلبه كويس جدا جدا. دلوقتي بقى يا حلوين هنحطه في التلاجة مدة 10 دقايق، تمام كده، ونشوف شكل السلايم بتاعنا بقى ازاي. شايفين عامل ازاي؟ بصوا من قبل ما احطه في التلاجة انتوا شايفين النتيجة اهي، بس في التلاجة عشان يرتاح شوية وعشان يديني قوام السلايم اللي انا محتاجاه. شايفينه عامل ازاي؟ شايفين المطة دي؟ ناجح ان شاء الله 1000000%، تمام كده؟ نحطه بقى في التلاجة 10 دقايق ونرجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما خرجته من التلاجة نتيجة هايلة هايلة يا جماعة، بصوا جميل جدا جدا. الله، روعة روعة روعة، تحفة ما شاء الله، جد حلوة قوي الطريقة دي يا جماعة، جربوها هتقولوا لي ده جميل قوي، سهل وبمكونين ما تعبناش في حاجة خالص، وثلاث معالق دقيق بس. لو انت بقى البيضة مثلا كبيرة شوية عندك والطبق هو 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 ما غيرناش حاجة. لو انت بقى البيضة عندك كبيرة شوية ممكن تستهلكي 4 معالق دقيق او 3 معالق ونص، يعني مش ثابتة. البيضة اللي انا استخدمتها كانت مش كتير البياض بتاعها، تمام كده. بصوا يا حلوين، بصوا لسه كمان كل ما تلعبي بيه هيظبط جدا جدا. شايفين اللون جميل ازاي؟ الله، تحفة تحفة تحفة. طبعا هيقطع بس معاكي في الاول لغاية اما تقعدي تلعبي بيه شوية، هيزبط جامد جدا بالشكل ده. نقول بقى الاسماء يا حبايبي، الاسماء اللي بتشير واللي بتعمل لايك وبتشوف مشاهدة كاملة للفيديو، تمام كده. احلى سلايم في عالم اماني، لون بينك في منتهى الجمال. شايفين يا حبايبي جميل، رائع رائع، ما بيلزقش في الايد ولا حاجه خالص اهو. منتهى الجمال. معايا جيهان وهاجر وخديجه وبسمله وايمن خضر. انا زعلانه يا ايمن لانك ما بقتش تشوف الفيديوهات، انت شيرت بس، انا بعرف كل واحد. معايا عزراء، معايا منى محمد، معايا جانا ويوسف، محمد عبيد، معايا تقى واختها امل وسميه واميمه ورواسي ورغد وكايلر، ومعايا حالة فروخ وتقوى محمد ورؤية ايوب، اي عبد الوهاب، محمد نبيل، يوسف نبيل، رفايدة نبيل، معايا إيمان أحمد ورودي وجنى عبد الحميد ومريم، ومعايا حصة وتقوى، وكمان آلاء وشيماء صالح ونهلة من الجزائر. أهلا بك يا نهلة منوراني، وجنات وعليا وزهراء البصراوية كلامها جميل قوي، بحبك يا زهراء، ومروة وجوجو مجدي وجنة وسيمة ومريم وجاسمين وبسملة أسامة وسما أشرف ومارفل مينا وملك أمجد وحبيبة محمد وحسوس اللي هي حصة اللي احنا قلناها، ولميس وجنى عبد الحميد ورهف. أهلا بيكم يا حبايبي، بتنوروني بتعليقاتكم الجميلة مع أحلى سلايم في عالم أماني زي ما احنا شفنا كده في منتهى الجمال. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك، تشتركوا في يوميات عالم اماني عشان يوصلكوا، تفعلوا الجرس الاول علشان يوصلكوا كل جديد من اشعارات البث المباشر، وكمان تشيروا الفيديو لعشرة، عشرين، تلاتين، اربعين، خمسين من اصحابكم، وياريت تقولوا لي رأيكم في السلايم بتاع النهاردة، ان شاء الله يعجبكم اللون ويعجبكم الطريقة السهلة دي.
الله عليه، والله جميل جميل. ان شاء الله يا حبايبي استنوني في السلايم الاسود زي ما طلبته. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.